اهلا بكم اعزائنا المشاهدين وحركه جديده وبرنامجكم بكره بينا، بكره بينا، بكره لينا، بالعمل والاراده تنهض مصر بينا، وان شاء الله مصر هتنهض بينا وبيكم باذن الله. في الحقيقه احنا شفنا في الاسابيع الماضيه كان اجتماع الجمعيه العامه للامم المتحده. والنهارده ناس كتير جدا، وكان في بعض البنود اللي تم مناقشتها وبعض النقاط الهامه اللي اشار ليها هذا الاجتماع او هذا المؤتمر، ولكن النهارده موضوع حلقتنا ان احنا هنحط بعض الاصابع حول هذه النقاط اللي عايزين نفندها مع حضراتكم ونشوف ايه هي النتائج المترتبه على انعقاد الجمعيه في دورتها المنعقده اللي هي 73. لما اجي النهارده اتكلم عن القائد العربي الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كان راح هذا المؤتمر ولكن لم يتحدث بصفته عن مصر فقط، ولكن كان يحمل الكثير من الملفات العربيه والافريقيه اللي تحدث عليها الفتره اللي فاتت. يمكن دايما يمكن كان في 6 زيارات لامريكا للرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه منصبه، يمكن كان 5 منها لاجتماع الجمعيات العامه للامم المتحده، وكانت مره كان بزياره او دعوه من الرئيس ترامب لمناقشه بعض الامور. يمكن سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته ما تكلمش زي ما قلت لحضراتكم ان هو بيتكلم عن مصر فقط، ولكن كان بيناقش كتير جدا من القضايا زي القضية الليبية، ويمكن كان في بعض التلميحات في خطابه اللي العالم كله كان بيشاهد هذا الخطاب، وكان توجيه بعض النقاط الهامة اللي منها ان في الاجتماع السابق كان في شد وفي تنديد بكل ما يحدث في القضية الفلسطينية، ولكن هذا الاجتماع لهذه المرة رقم 73 لم يحمل جديدا. مدار سنة منذ الاجتماع السابق اللي هو 72 والان 73 ما كانش فيه تغيير في كثير من القضايا. يمكن كان لوحظ في هذا المؤتمر ان الرئيس ترامب دايما اتصور معاه ونزل على انستجرام وبدا يتكلم عن هذه الزياره، وكان في حفاوه كبيره جدا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بدا يقول ان انا اشرف وشرف عظيم ليا ان انا النهارده قابل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدا يتكلم ويرحب بهذه الزياره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويمكن ده اشاد بيه وقال له ان في مجهودات الفتره اللي فاتت في القضاء على الارهاب وان انتم بتحتلوا من المراتب الاولى في القضاء على الارهاب. ولكن الرئيس ترامب النهارده انا بحس ان هو لما بيجي يتكلم بيتكلم بشيء غير اللي جواه. طبعا انا هتكلم في الموضوع ده النهارده وهنتكلم عن كل النقاط اللي اثيرت في هذا المؤتمر، ولكن ليه تعقيب بسيط عليه النهارده. النهارده لما يطلع يقول او يكون خطاب شديد اللهجه نقول لمنظمه الاوبك العالميه في البترول اللي طالب بتخفيض سعر نقول البترول والغاز والكلام ده، وهو في نفس الوقت بيقول ان احنا عشان بنحمي مصالحكم، ولكن النهارده في ازدياد رهيب في اسعار الغاز والبترول. علشان كده انا عايز اقول لحضراتكم النهارده ان في نقاط وفي يعني كان كل تركيزه في هذا المؤتمر قصه ايران، بدا يتكلم في قصه ايران كتير جدا وعاوز يلم كل العالم على مشكله ايران وما يحدث في سوريا. النهارده لما نلاقي قائد عربي، ودايما احنا بنقول الكلمه دي ان ربنا سبحانه وتعالى رزقنا بقائد عربي، لما يطلع مؤتمر وما يتكلمش عن القضايا المصريه ولكن يتكلم بلسان العرب كلهم والدول الافريقيه، هو ده اللي نستطيع اليوم ان نقول ان لدينا قائد وزعيم عربي. النهارده هيكون معانا طبعا الدكتور سعد الزنط الخبير الاستراتيجي عشان يقول لنا ايه هي ممكن تكون النتائج اللي تترتب على هذا المؤتمر، وهل هذا المؤتمر هيبقى زي المؤتمر اللي فات ولا ممكن يكون فيه ايجابيات في المرحله القادمه. هنطلع لفاصل قصير اعلاني مع حضراتكم ونرجع لضيفنا الكريم، وقبل ما نرجع لضيفنا الكريم هيكون معانا كلمات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء هذا المؤتمر وكلمات للرئيس الامريكي ترامب. بعد الفاصل منتظرين. مرة تانية واتكلمنا قبل الفاصل عن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، واتكلمنا ان في اكيد نتائج لهذا الاجتماع. علشان كده كنا دايما بنسأل الفترة اللي فاتت هو الاجتماع ده ممكن يجي بحاجة جديدة تختلف عن الاعوام السابقة. للتعقيب طبعا على اهم النتائج معانا النهاردة اللي مشرفنا ومنورنا الدكتور سعد الزنط الخبير الاستراتيجي، اهلا وسهلا بحضرتك. استاذنا اهلا بيك. منورنا يا دكتور، وطبعا شرف لينا وجود حضرتك معانا. شرف لي يا سبحان. دكتور سعد، طبعا يمكن ناس كتير جدا وملفات كتير جدا تم طرحها في هذا الاجتماع، ولكن ما هي اهم النتائج اللي ممكن نقول ان هي ترتبت على هذا الاجتماع؟ شوف، احنا الاول هندور احنا فين من الكلام ده. احنا مصر. الحقيقه مصر كان حضورها السنه دي حضور فارق، وخاصه
ان دي المرة الخامسة زي ما احنا عارفين. تمام. ولكن الخامسة في تطورات كتير حاصلة الحقيقة. سواء في الملفات العربية او الاقليمية او مسألة التوازن الدولي او الامن الاقليمي او حتى في هيكل الامم المتحدة ومنظمتها. تمام. يعني في تغير شديد الحقيقة. لكن يهمنا مصر. مصر السنة دي بتروح الحقيقة الرئيس السيسي وهو مختلف عن من 5 سنين. وعن سنة كمان. راح من 5 سنين وكانت كان الهدف الرئيسي تغيير الصورة الذهنية عن مصر. بعد 2013 ومحاولة انه يلغي كتير من اللي اترسم بفعل قادة الغرب واعلام الغرب عن مصر. طبعا. لكن هو في الحقيقة هم عارفين ايه اللي حصل في مصر. وعارفين ان السنة السوداء اللي حكمنا فيها الاخوان او التنظيم الارهابي ان ما لا كانت ديمقراطية ولا كانت حاجة من دي خالص. والدور اللي عمله الجيش ما كانش دور لا عسكري ولا امني, ده دور وطني. ولا دور سياسي حتى, ده دور وطني. تمام. وتعمل تكرر يعني, تعمل في 2011 وتعمل في 2013. جميل. رايح رئيس هو المرة دي وهو عنده أعمدة الدولة موجودة. تم تمتين أعمدة الدولة. بمعنى أن عندك رئيس محترم, عندك دستور إلى حد ما جيد, عندك برلمان إلى حد ما جيد, عندك حكومة الحقيقة يعني هي بتشتغل. ليست الأفضل ممكن, لكن مؤدية. بتشتغل. تمام. بتشتغل الحقيقة. وبتعمل مجهود, وان كان الفارق باين لان سرعه الرئيس مختلفه عن سرعه كل الناس اللي بتشتغل. بالظبط. فالدوله كانت الحقيقه متنت كل اعمدتها, بقى في دوله. تمام. خلال الفتره اللي فاتت دي جزء, ده بشكل عام. بشكل تفصيلي اكتر ومش تفصيلي قوي, ان بقى عندك بنيه اقتصاديه قويه. حتى الجزء التشريعي فيها اتعمل, بمعنى برضو انك انت قبل كده حتى لما عملت مؤتمر دولي الاستثمار ما كانش في عندك المؤهلات اللي تخلي الناس دي تجيلك, اللي هي عامل جذب الاستثمار. تمام. النهارده انت رايح وانت عندك طرق جيده, طاقه جيده, تشريعات جيده, في الانظمه اتغيرت, في حاجات كتير اتغيرت الحقيقه, وبقيت مؤهل انك تستقبل اي استثمار. والاول مره مصر يبقى فيها خريطه استثمار. في معروف شرق القناه في ايه, اللي هي المنطقه الاستثماريه. تمام. شرق التفريعه فيها ايه, المدن الاخرى والمحافظات الاخرى اني اماكن فيها استثمار. الحقيقه انت اديت خريطه لاول مره. تمام. وقدمت بيها, مش قدمت بس, لا ده انت الحقيقه كان في بعض اللقاءات عشان ندمج الكلام ببعض وما نطولش, في لقاءات للسيد الرئيس كانت بناس متخصصه زي رئيس البنك الدولي, مديره الصندوق الدولي, النقد الدولي, الغرفه التجاريه, رياده الاعمال الامريكان. واحنا الحقيقه ده كان لقاء فاصل انا شفته الحقيقه, كان مهم جدا لانه ضم مديري اكبر شركات عابره للحدود, الشركات الكبيره يعني. والكل اجمع الحقيقه بتنوع تخصصاتهم ان احنا نرى ان مصر اختلفت, وان مصر الحقيقه بتشتغل بشكل جيد, وده بيشجعهم على الاستثمار. تمام. وبالمناسبه انا جاي دلوقتي البنك الدولي, مصر بتقول ان السنه دي او متوقع انك تحقق العام الجديد استثمار في حدود 5.5. البنك الدولي وانا جاي فيه تقرير طالع بانك 5.6. يعني معنى كده ان بياكد التوقعات اللي انت بتشتغل عليها. تمام. يبقى انت اقتصاديا رحت, وانت اقتصاديا قوي مختلف. حتى ملف الطاقه النهارده بيدينا قوه. النهارده عندنا قصص, وده ملف كبير. ملف كبير استراتيجي الحقيقه. تمام. داخل في امن قومي, مش موضوع طاقه وبس. بالزبط. يعني مش انت وفرت طاقه وبس. منها النهارده الشهر الاسبوع اللي فات ده انت اوقفت. بالظبط. الاكتفاء الذاتي او بقى عندك اكتفاء, يعني بتوفر من مليار ونص ل 2 مليار دولار ثمن حاجه السنه الجايه ربما. تمام. انك انت يبقى هتصدر بقد دول كمان. يعني انت اقتصاد مش كويس قوي. تمام. على المستوى الاقليمي بقى انت والدولي, انت اشتغلت كويس قوي الفتره اللي فاتت وقدمت كشف, لانك انت مثلت العرب بشكل جيد, مثلت افريقيا بشكل جيد, مثلت ال 77 بشكل جيد. يعني انت مصر ما كانتش بتتكلم سياسيا بصفتها واحده, ما تكلمش النهارده يعني, ما بيقولش انا جاي بصفتي عن مصر, كان بيتكلم حال العرب. نعم. مع الدول الافريقيه, العرب وافريقيا و77 كمان. بالظبط. وكانت كلمتين اللي قالهم الحقيقه سواء بالاحتفال بالرئيس نيلسون مانديلا. تمام. او كلمته في الامم المتحده كانت كلمه فارقه. تمام. لان انا في تقديري بالمناسبه دي ان من اقوى الكلمات اللي انت كنت تسمعها
على مدار ولكن كانت بتحمل في طيها بعض المعاني. ازاي يعني النهارده ايه التقدم اللي حصل من اللي فات لغايه النهارده، يعني من الدوره اللي فاتت للنهارده؟ نعم. ودايما كان بيتكلم دايما على القضيه الفلسطينيه، يعني ايه الجديد اللي ممكن يكون حصل؟ نعم. بالرغم ان كان في خطه خلال سنه ان يتم القضاء على كذا. نعم. فالنهارده كان بيتكلم في النقطه دي واضحه يعني. شوف هو انا 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 شايف للرئيس الحقيقه او السيد الرئيس خطابين كانوا مهمين جدا. خطابه في الرياض في مؤتمر مكافحة الإرهاب. تمام. ده كان أول مرة رئيس. ورغم أن ده كان اجتماع يجمع كل الدول العربية والإسلامية مع الأمريكان. تمام. الدول العربية فيها دول شاردة وفيها دول وظيفية خانت زي قطر. تمام. وفي إقليمية زي إسرائيل زي إيران زي تركيا. تمام. اللي هي الدول اللي بتشتغل عليك كانوا حاضرين إلا إسرائيل طبعا. تمام. لكن أنت الحقيقة لم كان عندك الجرأة أنك أنت تقول أن النهاردة احنا عمالين نضحك على بعض ليه؟ المشكله مش في الارهاب، احنا جايين نتكلم في الارهاب، احنا جايين عشان نستبدل اسرائيل بايران بالزبط. في المؤتمر لا. شوف الدول الداعمه الدول وهكذا. الكلام اللي اتقال حقيقه كانت كلمه قويه جدا وكشفه. برضو كلمه السيد الرئيس المره دي في الامم المتحده الحقيقه كانت قويه جدا وجريئه، لان لاول مره يتكلم حد بشكل مباشر على ان ضروره معالجه الخلل اللي في الجمعيه العامه للامم المتحده ومنظماتها الدوليه. ليه؟ لان قال لك انتوا سنه 45 لما اتعملت المنظمه دي لها قيم واسس، دستور، في دستور بتقوم عليه كله القيم. تمام. لا استبدلت هذه القيم بالبلطجه ومحاوله ايقاع الشعوب في مشاكل وفرض القوه وفرض العضلات سطو على مقدرات الدول. فهو الحقيقه كانت كلمته المره دي كانت قويه جدا. اذا الحقتها بكلمته في مؤتمر الرياض فانت عندك حد بيتكلم بشكل كويس جدا، وده استكمالا لدور مصر المعبر. تمام. زي ما حضرتك قلت باللسان، مصر والعرب والافارقه و77 الحقيقه. يعني خلاصه الكلام ان انت اديت اداء جيد جدا في الامم المتحده. كان مهم ان الرئيس يحضر، ولان انت ما عندكش رئيس قبل كده، كان بيروح راح مره ما بيروحش تاني. ولكن لاول مره يبقى عندك رئيس حريص. كان في فتره كبيره جدا ما كناش بنحضر. خالص. تمام. لكن احنا ممكن نقول حاجه، الملاحظه في الحته دي، ليه الرئيس حريص وايه اللي عمله الرئيس؟ انت لو خدت ملاحظه عامه تجد ليه الرئيس خد مجهود كبير في خلال اسبوع هناك. لان في عندك ما هو كانه عامل حمله علاقات عامه بالظبط هناك، ولقاء العديد من رؤساء. نعم. ليه؟ لان انت عندك هنا في ادوار ناقصه. يعني عندك هيئه الاستعلامات ما قامتش بالمجهود اللازم لتسويق مصر خلال الفتره اللي فاتت. تمام. البعثات الدبلوماسيه في الخارج والقنوات ما عندكش قنوات متخصصه بتتكلم بلغه الاخر وبثقافته. تمام. انت مضطر بقى كرئيس انك تروح تشرح بالنيابه عن مصر وبالنيابه عن كل المنطقه دي الدنيا ماشيه ازاي وراينا ايه في الامم المتحده. وهو الاخطر الحقيقه في الدورة دي ان امريكا الحقيقة مارست كل انواع البلطجة واخرها النهاردة. يعني النهاردة يعني شوف الرئيس الامريكي، وانا مش هطول في النقطة دي. تمام. الرئيس الامريكي الحقيقة سفه كل الاتفاقات الدولية اللي كانت امريكا طرف فيها. وسفه كل المنظمات الدولية. اخرها النهاردة صدر قرار من المحكمة العدل الدولية اللي في لاهاي علشان النزاع او المشكله او الضغوط الامريكيه على ايران. يطلع الرئيس الامريكي النهارده يقول ايه؟ لك لا قيمه لهذا القرار ولا قيمه للمحكمه. يسفه بكل شيء. هذا الكلام الحقيقه ده بياكد اللي قاله الرئيس ان الامم المتحده في حاجه لاعاده هيكله مره ثانيه. دي نقطه. في نقطه مهمه برضو قالها السيد الرئيس، طبعا هو اتكلم في ثلاث رؤى وثلاث مبادئ، لكن انا في نقطه عاوز اقولها. تمام. لان ترامب اتكلم كان قبل الرئيس واتكلم الحقيقه على الدوله الوطنيه لو احنا فاكرين. وقال ان الدوله الوطنيه بما معناه ان هي تعني ان امريكا اولا مصلحه امريكا. حتى ما كملش بقى، لكن المستنتج ان كل امريكا اولا يعني ان لا احد بعد امريكا ولا قبل امريكا. الرئيس اتكلم في نفس النقطه، ضروره الحفاظ على الدوله الوطنيه. بالزبط. الرئيس لما اتكلم على الكلام ده عاوز يقول لهم يعني انتوا اللي بتعملوه ده هو اللي بيعمل ازمات في هذه الدول. وكل الاماكن اللي بتذاب الان وتسهر
نتيجة التدخلات في أو تكسير الدولة الوطنية. تمام. طيب دكتور، شفنا يمكن الملف بتاع القضية الفلسطينية. نعم. الدورة اللي فاتت. نعم. كان في تجديد. دايما بنشوف خطابات السيد الرئيس لما بيتكلم عن محور زي الإرهاب، بيتكلم عن القضايا العربية اللي موجودة في المنطقة. هل حضرتك شايف في الدورة دي ممكن يكون في جديد أو في نتائج ممكن بعد هذه الدورة تختلف عما سبق؟ شوف، لازم ناخد بالك من حاجة. ولازم احنا كمصريين العرب والفلسطينيين بالذات ياخد بالهم من حاجة. انت مش هتقدر تبدع في استعادة حق اصحابه فرطوا فيه. تمام. العرب فرطوا في القضية الفلسطينية. مصر الدولة الوحيدة المتمسكة بالدولة الفلسطينية، والوحيدة اللي بتحارب عشان الفلسطينيين، وجهاز المخابرات المصرية ووزارة الخارجية الحقيقة بيعملوا مجهود خارق علشان يبقى في نوع من التهدئة بين الفلسطينيين وبعضهم. انت النهاردة رايح، انت عاوز ايه للفلسطينيين؟ ماذا بقي الدولة الفلسطينية؟ يعني ايه؟ يعني جغرافيا، يعني عاصمة، يعني شعب. ماذا بقي للفلسطينيين عشان يعملوا دولة؟ الرئيس اتكلم الحقيقة في ضرورة وجود دولة فلسطينية ولازم تتحل، ووعد الرئيس الامريكي ان خلال شهرين ولا حاجة، فيه على فكرة الكلام اللي كان يتكلم فيه قبل كده ما يسمى بصفقة القرن واعتراض مصر على عليها، واضح ان قاعد يتكلم تاني مع الرئيس، مع ملك الاردن، مع نتنياهو، فكون وجهة نظر او رؤية اكثر تقدما. فقال انا هرجع اطرح تاني خلال شهرين رؤيتي. لكن انا عاوز اقول لك، انت بص قدامك، اصل المساحة محدودة، مساحة الترابيزة دي محدودة، تأكلت. انت هتعمل ايه؟ مش معنى كده انك تحبط او انك انت تستسلم، لا. لكن انت عندك العاصمة اللي انت تمسكت بيها واللي طلع لها قرارات كثيرة جدا من الامم المتحدة ومجلس الامن ومن كل المنظمات اللي هي القدس. انت كرئيس امريكي اللي انت عاوز تتدخل وتحل القضية، انت سلمتها للاسرائيليين. بالزبط. يعني قفزت على الحل. القرار الاخير طبعا. طبعا قفزت على الحل. لما تسألت اللاجئين الفلسطينيين، انت بتقول لك كل دولة، ده اتقال. تمام. كل دولة فيها لاجئين تتحمل الناس اللي فيها وخلاص وتخلص القصة. الحقيقة زائد ان الارض ما عادش في ارض عندك. تمام. فانت النهارده ما بقي من الفلسطينيين الحقيقة هو اقل بكتير من الحد الادنى. وبعدين في نفس الوقت الموقف الفلسطيني والعربي ايه؟ موقف الفلسطيني فيه لغاية النهاردة صراع. طبعا. مش نزاع، صراع داخلي. وانا دايما اقول حاجة عاوز اكد عليها، لا يمكن لصانع الازمة انك تنتظر منه انه يحل الازمة. هو مين اللي صنع الازمة؟ الفلسطيني. لا، غير الامريكان. انا بتكلم على الذاتية. من 2006 من بعد نجاح حماس لغاية النهاردة، المشكلة مين بيعملها؟ الفلسطينيين. القادة اللي موجودين سواء حماس أو في السلطة الفلسطينية. يجب ان احنا ننتبه ان هؤلاء ناس لم ولن يستطيعوا حل هذه القضية. احنا محتاجين وجوه جديدة يا محمد. طيب. محتاجين ناس عندها فكر تاني. محتاجين ارادة جديدة. والصراع الداخلي ما بينهم اصلا مش هيخلي. لما هتغير الوجوه بوجوه شابة قادرة، اعتقد انك انت توصل للنتيجة في هذا الملف. ولكن لم تصل طالما ان في صراع داخلي فلسطيني فلسطيني الى هذا الحد. تمام. انك انت كقوة عربية او الظهر العربي ما عادش مصطف ورا الفلسطينيين. ما فيش النهارده غير مصر، شويه الاردن، شويه كذا، لكن مصر اللي موجوده بس. بالزبط. مصر لوحدها ما تقدرش تقف ضد العالم كله. تمام. علشان قضيه. تمام. طيب عايزين برضو ما ننساش ان يمكن الامم المتحده قالت ان انا مسؤوله عن حل المشكله في الاول، الازمه الليبيه. وشفنا في كلمات السيد الرئيس دايما كان بيتكلم وبيقول لك ان مصر على قدم الوساق لما يحدث في ليبيا. طبعا ليبيا. طيب النهارده في سنه مرت على وعد الامم المتحده، شايف حضرتك الفتره الجايه ممكن؟ لا، شوف لك الحاجه، هو برضو هرجعك لحاجه تخجل. مين اللي دخل القوات نيتو لليبيا؟ انا احترام الشخص الكريم عمرو موسى، هو امين عام لجامعه الدول العربيه. تمام. واحنا عمالين نتباكى على 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 حاجات احنا اللي صنعناها بايدينا. انت متصور الامم المتحده هتقدر تاخد قرار ضد رغبه بعض دول لها مصلحة كبيرة في ليبيا وأعضاء في مجلس الأمن؟ لا طبعا. ليبيا، شوف، ليبيا صيد سمين وكبير لبعض الدول الأوروبية. تمام. ولا يمكن لحد أنه يدخل في الملف الليبي إلا إذا حصل تسوية مع هؤلاء الناس، أو زي ما أنت بتعمل، أنت بتساعد حفتر الحقيقة. ودي مسألة مش لأن حفتر بس جارك ولا شقيقك، لا، ده أمنك القومي. ده أمنك القومي. ثلاث اتجاهات استراتيجية. النهارده أنت تقريبا أنهيت موضوع الإرهاب، يعني تقريبا قربت من أنك تنهيه. الجنوب عندك الاتجاه الجنوبي، أنت
في ترتيبات إيجابية الحقيقة من مع الأشقاء في السودان وعامل شغل كويس قوي. المشكلة عندك في المنطقة الغربية لكن رغم أنك بتشتغل فيها كويس، لكن حصل خلال الشهور اللي فاتت اللي جايز ما حدش خد باله نقل للدواعش اللي كانوا موجودين بين العراق وسوريا، فيهم كتير اتنقل لليبيا. ولذلك انت مطلوب منك انك انت مش تأمن الاتجاهات الاستراتيجية بس، لا تساعد في حل الأزمة او الملف الليبي. لكن الأمم المتحدة، لا الأمم المتحدة غير الأمم المتحدة، لو الأطراف الداخلية وبرضو حتى الأطراف الداخلية، ما الأطراف الداخلية مش كلها محلية بالظبط، دول نهايات طرفية لناس برا لدول دول لها مصالح داخل ليبيا، اما انها لها في البترول وده طبعا ده الاساس، لان والشيء بالشيء يذكر لو بصيت على الامريكان فين في سوريا، المنطقه فيها البترول اللي فيها البترول مش حاجه ثانيه بالظبط، والمنطقه اللي فيها جرابلس الازاز اللي هي المنطقه اللي فيها الاتراك لمشكله عشان الاكراد بالزبط. لكن الامريكان بال 2000 جندي موجودين في المنطقه دي بالزبط. مع العلم ان البؤره الوحيده اللي موجود فيها داعش في سوريا الان داخل المنطقه اللي فيها الامريكان. اذا ما تستغربش لما تقول في قرار النهارده ما فيش، ما حدش هيقدر يحل دون مصلحه. وانا متصور ان كل الملفات امريكا، هي امريكا لديها القدره انها تحل، لكن هي معلقه كل الملفات لما تخلص ملف اسرائيل وفلسطين. انا متصور كده، لان هي لو عاوزه تخلص اليمن النهارده هتخلص، لو عاوزه تخلص سوريا هتخلص، لكن مش هتخلص حاجه، لان الملف الاكبر والاهم بالنسبه لها هو الملف الاسرائيلي. تمام. طيب هستاذن حضرتك، معانا طبعا سيره اللواء جمال ابو ذكري مساعد وزير الداخليه الاسبق. اهلا وسهلا بك يا سياده اللواء. اهلا وسهلا. طبعا بنعتذر لحضرتك عن الانتظار. عايز اسال حضرتك، شايف النتائج اللي ممكن تكون ناتجه عن مؤتمر الجمعيه العامه للامم المتحده ايه في ظل الظروف اللي يمكن بتمر بها مصر في الفتره اللي فاتت؟ سيد الفاضل، دلوقتي هو دايما القاعده العامه البقاء للقوه. تمام. امريكا من مصلحتها بتعمل هي الجناح العسكري لاسرائيل وبتنفذ المخطط الاسرائيلي، وهدف اسرائيل عشان تستمر اسرائيل تفتيت الامه العربيه. تمام. ما يحدث في سوريا لصالح اسرائيل، ما يحدث في العراق لصالح اسرائيل، ما يحدث في ليبيا لصالح اسرائيل. هو الدور على مصر. انما مصر متمسكه لان لها قياده حكيمه عارفه كل الكلام ده كله. حكايه المشكله الفلسطينيه، المشكله الفلسطينيه الفلسطينيين هم السبب فيه. تمام. طالما ان هو هم اصلا، ان انا احل ازاي المشكله الفلسطينيه هم نفسهم مختلفين. هل النهارده رئيس الفلسطيني يقدر يدخل غزه؟ وتيجي بقى للتاريخ، من صنع حماس؟ اللي صنع حماس هي اسرائيل بالظبط، وحدثت نظريه التفريق، حماس هي اللي عملت اسرائيل، وحماس ديت عميله في يد الصهيونيه العالميه. تمام. ودي اللي هو الوضع اللي فيه النهارده، اسرائيل واقفه تتفرج، والنهارده الامه العربيه عماله تاكل في نفسها بكل الاتجاهات وكل الصراعات. مصر بتسعى عن طريق المخابرات العامه، والرئيس بيسعى عشان يعمل وحده فلسطينيه. للاسف الشديد هم مش مساعدين نفسهم. وجهه نظري، ايام الرئيس سادات الله يرحمه اتفق وحط العلم الاسرائيلي في بنهاوس، الحرب العلم الفلسطيني في بنهاوس الاسرائيلي، وكان هتاخد الضفه الغربيه بالكامل وغزه وحط ربط ما بينهم. ما نفذوش. تمام. ما نفذوش ذلك، لو نفذ ذلك كانوا خدوا هذا الموضوع. تمام. واخد بالك، لان السادات كان عنده رؤيه بعيده جدا جدا جدا. هل الفلسطينيين نفسهم انت اصحاب البيت النهارده هم المشاكل، هم اللي بيعملوا المشاكل، تقدر تحل المشكله دي؟ وهم مختلفين، وهم مختلفين. اذا لابد من الاصلاح الداخلي الاول. نعم. لابد من المصالحه الداخليه في فلسطين الاول. لازم. وهتتم ازاي المصالحه؟ حماس هتتم ازاي مع ناس عملاء لاسرائيل؟ حماس عملت اسرائيل، دي الحقيقه. واللي صنع حماس اسرائيل. وحماس هم اخوان اصلا، اخواننا انا بسميهم اخوان المسلمين، اخوان الشافعيين. تمام. هو عاكف قال لك طز في مصر بس ده، وكان مين اللي بيغذي ذلك؟ اللي بيغذي ذلك معاهم هم حماس. انما مصر جاهله وبتعمل بكل قوتها عشان توحد القضيه الفلسطينيه. للاسف الشديد ما فيش ولا ده صراع لاسرائيل. تعال شوف يعني المشاكل اللي في الدول العربيه، مصلحه مين؟ مصلحه اسرائيل. الحروب اللي بتتم في سوريا، سوريين عرب مع عرب. الحروب اللي بتتم في اليمن، عرب مع عرب. بس والعراق عرب مع عرب، كل ده لمصلحه اسرائيل. هل شفناهم اتحدوا يضربوا اسرائيل؟ لا، ما بيحصلش. مين بيغذي ذلك؟ امريكا، لان امريكا مش هي. امريكا هي السلاح العسكري بتاع اسرائيل. بالظبط. هي المخطط اللي بتنفذ يعني الصهيونيه العالميه هي اللي بتتحكم في هذا. تمام. فليه لازم احنا على الاقل نسعى
كمصريين نلتف حوالين القاده بتاعتنا عشان مصر هي اذا سقطت مصر هي الباقيه العربية. بالظبط. اذا سقطت مصر سقطت الامه العربيه. نلتف حوالين القاده السياسيه والمخطط اللي ماشي بيه الرئيس السيسي ده مخطط قوي جدا واخد بساتك شوف كلمته في الامم المتحده. بالظبط. اشار على كل ده وكلم عن كل ده وكلم عن فلسطين وكلم على كده وايد رئيس فلسطين انما الحل ايه؟ الحل هو لازم وحده الامه العربيه على الاقل تتحد ازاي؟ دول الخليج هم اللي مع مصر انما تيجي جزء من الخليج خطر عميله لاسرائيل رسمي خطر عميله للمخابرات الامريكيه رسمي تمام ولا امل لها يعني النظام الحكم في خطر ده عملاء اذا كان الاب الاب الابن صار على ابوه والاب صار على جده مفهومش امان في بعضيهم تمام اللي احنا بنقوله انا زي الزميل اللي فاضل اللي كان بيسمعني بالكلام ده كلامه صحيح 100% دكتور سعد الزغط معايا الو تمام يا فندم مع سيادتك فاخد بس سيادتك فلازم احنا على الاقل نلتف القياده السياسيه في مصر بس قصد الشعب المصري يلتف على القياده السياسيه تمام ولازم الاساس العدو الاساس لمصر هم جماعه الاخوان اللي هي طلع منها داعش وطلع منها كل الكلام ده تمام هل في خلايا نايمه في مصر الاخوان؟ في خلايا نايمه في مصر الاخوان لازم كلنا نلتف اعلام وشعب ضد الاخوان مع القياده السياسيه لان الاخوان بينفذوا المخطط الخارجي الصهيوني لان نفس ما تيجي تمسك تاريخ الاخوان واخد عمر عبد الرحمن ما هم الاخوان هرب راح فين على سوريا على السودان والسودان راح على هناك ومين وجهه؟ هو امريكا المخابرات الامريكيه هي اللي وجهته تمام اذا لا جديد اذا لا جديد طالما ان امريكا بتبدا المؤتمر وبتقول امريكا اولا بالظبط تمام بشكر حضرتك سيرة اللواء جمال ابو ذكري مساعد وزير الداخلية الاسبق شكرا جزيلا دكتور عايز ادخل مع حضرتك في الضغوط الامريكية لاخراج ايران هسمع اجابتها من حضرتك لا. ولكن بعد الفاصل فاصل قصير ثم نعود اليكم ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ويمكن قبل الفاصل يا دكتور سألت حضرتك ايه هي الضغوط الامريكية الرهيبة اللي كانت في المؤتمر الاخير لاخراج ايران من سوريا ولا زالت بس عاوز اقفل النقطة اللي فاتت بحاجة مهمة اشار لها سيادة اللواء جمال ابو ذكري وانا اكدت عليها لكن عاوز برضو اكد تاني لانها من اهم العناوين اللي هتشوفها الفترة اللي جاية تمام لن يتمكن لا العرب ولا الفلسطينيين ولا اي حد في الدنيا مساعدة هذا الملف الا اذا تحرك الفلسطينيين في ضغوط كتير مش بقى على ايران في ضغوط كتير على العرب وللاسف كتير من الدول العربيه خاصه الخليجيه فقدت ارادتها وكانها استسلمت للضغوط الامريكيه وقبلت الطرح الامريكي لحل الملف الفلسطيني ولذلك ما بقول حاجه ما بقول دلوقتي ان لازم الفلسطينيين يتحركوا هو الشيء الوحيد اللي تقدر توقف بيه هذا الكلام انك تربكوا هو انك تعمل انتفاضة تانية او ثورة تانية لو الفلسطينيين وهم كثر الحقيقة عدد بالملايين داخل الاراضي الفلسطينية تحركوا بانتفاضة ثم تحولوا الى ثورة وغيروا القيادات اللي موجودة وتبنوا القضية ده هيعمل ارباك كبير لكل اسرائيل لكل ده انا متصور ان دي اللحظة الوحيدة اللي تقدر تربك بيها الناس برا وترد الضغط بضغط مماثل هتضطر اسرائيل وامريكا انهم يرضخوا ليه لكن طالما ان الفلسطينيين على ما هم عليه منتظرين فرج ربنا والعرب في غالبهم استسلموا بارادتهم مفيش غير مصر وشويه الاردن مش هيقدروا يعملوا حاجه لازم تحرك الفلسطينيين اما بقى بالنسبه للملف الايراني الملف الايراني الحقيقه ملف للان كتير مننا مش قادر يستوعب ان ايران العلاقة واحنا قلنا قبل كده مع حضرتك اكتر من مرة ان العلاقة من يظن ان هناك صراعا مش صراعا خلافا ايرانيا اسرائيليا او ايرانيا امريكيا على المستوى الاستراتيجي يبقى واهم تمام. المصلحة الاستراتيجية واحدة بص على تاريخ ايران في المنطقة حتى الحديث مش ايام بقى عمر الخطاب ولا احتلال الاحواز سنة 25 وضمها لايران ولا عشان يعملوا الدولة ولا الكلام ده لا بص في الفترة اللي من بعد 46 47 48 تمام ايران وتركيا اكتر دولتين اشتغلت فيهم المنظمة اليهودية لنقل اليهود منهم ومن اوروبا
لفلسطين لاحتلال فلسطين. تمام. إيران علاقتها بإسرائيل علاقة جيدة وليست كما يتصور البعض، لكن أنت صاحبي وأخويا وكل حاجة، لكن أنا ليا خطوط حمراء لا يجب أنك أنت تتعداها. المصلحة. تمام. فإسرائيل أمريكا، سيبك من إسرائيل دلوقتي، أمريكا بتستعدي او بتحضر العفريت الايراني او الفارسي للخليج عشان تبتز الثروات. وفضل الكلام لغايه نهايه عصر اوباما. ثم اصطفى اوباما مع ايران في نهايه المطاف وعمل 5+1 واخرج الحقيقه الخليجي من هذه القصه وفوجئوا بالكلام. جه ترامب رجع نفس القصه تاني، نفس القصه، حضر العفريت الايراني تاني. وانا متوقع ان الصراع الان او المشكله الان بين ايران وبين امريكا مش انها تخرج من سوريا علشان، لا بالعكس، هي مش طالما انك انت، طالما ان انت وجودك حتى الخاطئ في هذا المكان بيحقق المصلحه، وجود ايران في 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 العراق، وجود ايران في سوريا، وجود ايران في اليمن، ده عمل مصلحه كبيره جدا للامريكان. المشكله فينا احنا مش في الامريكان. امتى هنفوق؟ يعني الانذارات الموجهه يوميا يوميا لإيران من أمريكا نتيجتها إيه؟ لا شيء. شوف أمريكا تدير كل الناس على مصر، على المسرح في المنطقة زي قطعة الشمال، هي اللي بتحرك. تقرب من مين وبعد من مين، ولما تقربوا علشان إيه؟ عشان تستفيد بيه من ابتزاز آخر وهكذا. وأنا قلت لك في البداية، لسه النهاردة للمرة الخامسة أو السادسة، وقالها بشكل وقح، وقالها في الأمم المتحدة، وقالها في كل خطوات، لكن النهاردة في اجتماع مؤتمر انتخابي بيقول انا قلت، انا كلمت الملك سلمان. والكلام ده مش يعني احنا بنقول اللي حصل يعني. تمام. انا قلت الملك سلمان احنا لو سبتك انت او السعودية فخلال اسبوعين مش هتبقوا موجودين، لازم تدفعوا عشان احميكم. هذه المليارات اللي اتاخدت دي كلها ليست كافية؟ طب ما احنا يعني الموقف دلوقتي لما هذا الكلام يتقال بشكل علني معناه ايه؟ لازم على الاشقاء يبقى في نوع من الحكمة في ادارة الملف دون مزيد من الاستنزاف. يعني بمعنى انت لازم تمتلك ارادتك. السعودية اقوى بكتير بامكاناتها من كوريا الشمالية، اكتر بكتير من 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 ايران، ولكن هناك خوف كبير جدا من كوريا الشمالية. ما هو شوف، ما انا بقولك المسألة ايه، متوقف على ارادتك. تمام. انت النهاردة خلال الاربع خمس سنين اللي فاتوا او العشر سنين، المجمع الصناعي الامريكي العسكري معظم سلاحه، اكتر من 60% من سلاحه كان لمنطقة الشرق الأوسط، و 80% من هذه النسبة إلى دول الخليج، خاصة السعودية، الإمارات، الكويت. تمام. طب أنت عاوز إيه أكتر من كده؟ فلوس إيه لو خدت؟ السلاح وبتديني متواجد، وتواجدك عندي بالثمن، لأنك أنت من خلال تواجدك أنت بتقدر تدير مصالحك في المنطقة. بالزبط. يبقى احنا هنفضل لغاية امتى؟ انت خلاص الكلام اتقال بشكل واضح، ومش جديد الكلام ده، هو في الكلام ده، وهو حتى في الانتخابات، لا وفي المؤتمر كمان لما قال لك ان انخفاض سعر الوقود وعلى منظمة الاوبك تخفيض، وان لان احنا بنحمي مصالحكم في الشرق الاوسط. وانت جاي لك بقى في 5 الشهر الجاي العقوبات الجديدة. بالزبط. وفي عقوبات جديدة. طب النهاردة البترول زاد، طب لما هتطبق العقوبات، ولما تطبق العقوبات هل ايران هتسكت عندك في المنطقة اللي كانت زمان رخوة؟ بالزبط. اللي هي منطقة باب المندب، الخليج الفارسي، او الخليج العربي اسف. الكلام ده معناها ايه؟ معناها ان في انت كامريكا بتعمل صراع في المنطقة، او بترفع درجة الصراع في المنطقة عشان تستفيد منه، وبتخفضه عشان تستفيد منه. تمام. المشكلة مش في دول يا محمد، المشكلة فينا احنا. احنا كعرب، فين الإرادة العربية؟ هتفضل لغاية امتى إرادتك غايبة موجودة هناك على بعد آلاف الأميال في الغرب؟ لامتى؟ تمام. وانت النهاردة كل يوم بتفقد، وبيقرب منك أكتر، انت خايف من إيه؟ ماذا بقي للقادة العرب أكتر من كده؟ ما عادش. ولذلك أنا بقول لحضرتك، الأمريكا في تهديدها لإيران هي رسالة للجميع، مش لإيران بس، للجميع. تمام. ولاحظت ما أمريكا هتجد أن هناك مصلحة الاصطفاف مع ايران هطاف. وشوف تركيا بتلعب على كل الاطراف، تركيا فضلت مع امريكا وهي جزء مهم في النيتو. وعندها قاعده امريكيه وقاعده للنيتو. في لحظه معينه تركيا اتجهت للروس، لحد ما كسبت، خدت الS-400 اللي هو احدث منظومه دفاع جوي في الدنيا. طب النهارده، امبارح، الاتراك عملوا تنسيق جديد مع الامريكان عشان الدوريات اللي هيمشوها
في المنطقه اللي فيها اللي في ادلب. يعني معنى وامبارح وزير الدفاع الامريكي بيقول لك دي المرحله الاولى. يعني ايه؟ يعني انت تركيا بتلعب على كل الاطراف. انت فين من الكلام ده؟ تمام، انت فاهم من الكلام ده؟ طيب انا عايز اخد طبعا من كلام حضرتك واوجهه النهارده لكل الناس اللي شايفانا ان لن ولم تحل اي قضية عربية الا اذا كان الدافع من داخل هذه الدولة. النهارده زي ما الدكتور النهارده بيقول الارادة، انك تملك ارادتك وتملك قرارك هو ده اللي هيخليك قوي. شفنا الفترة اللي فاتت ودي بقى رسالتي للمصريين اللي شايفيني، طول ما بلدنا قوية، طول ما في اصطفاف حوالين القيادة السياسية اللي موجودة عندنا هنفضل دايما أقوياء. زي ما النهاردة الدكتور برضو بيتكلم ان كانت زيارة الرئيس هذه المرة كانت تختلف عن الأعوام السابقة، لان كان عندنا اقتصاد قوي، كان عندنا ملف للطاقة من أهم الملفات، كنا رايحين أقوياء، قدرنا ان احنا نتكلم. يا ريت ما نسيبش بقى دماغنا للناس اللي ممكن تلعب فينا، القنوات اللي بتحاول تسفه من كل شيء بيحدث في هذا الوطن، والاهم ان الالتفاف حوالين القاده السياسيه، لان احنا محتاجين بجد ان تفضل مصر باقيه، ومصلحه جميع الدول العربيه ان تظل مصر مرفوعه الراس وقويه. طبعا في نهايه لقائي اشكرك الدكتور سعد الزنط الخبير الاستراتيجي. طبعا انا بشكرك محمد وبشكرك على الخاتمه، لان دي رساله مهمه للمصريين. خدوا بالكم، من علمك الحكمه يا ثعلب؟ قال راس الذئب الطائر عن جسده. بصوا على اللي بيحصل حواليكم، انت عندك رئيس محترم الحمد لله مخلص قوي، وبنشتغل كويس جدا في مصر. تمام، فزي ما انت قلت لو وقفنا او اصطفينا بشكل مظبوط ورا قائدنا هنعدي مرحله مش عاوزيننا نعدي منها. بالظبط. طبعا احسن كلام اختم بيه النهارده لقائي مع حضراتكم، اشوفكم الحلقه الجايه على خير بالاسبوع القادم، والى اللقاء.